السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مشروع الرياحين، السيكتور 5، السيكتور 2، ومن وراء 2 عندنا 3 و4، ومن وراء 5 عندنا 6 و7 و8 راه كيتبنى. هنا عندنا مرافق جديدة، مرافق مميزة، الأشغال على قدم وساق والتحضيرات متواصلة. هنا كنهضروا على سوق نموذجي، شكون اللي غيستافد منه وكيفيه الاستفاده، هادشي غادي نعرفوه في قادم الايام ان شاء الله. اكيد كنهضروا على الناس اللي كيكونوا في الجوطيه، لكن كنهضروا على الناس ديال تماره والسخيرات اللي كان عندهم اسواق كانوا كيخدموا فيها، واش هما اللي غيستافدوا بطريقه مباشره من هذا السوق النموذجي، ام ان هناك طرق خاصه. بالاضافه لواحد النقطه ايجابيه اللي كنبغي ناكد عليها، كاين اللي غيقول لي هذا السوق ما كافيش، هذا السوق ما كافيش بوحدو في الرياحين ومع العرجاء ومع الياسمين والبساتين، فكنبغي نقول لكم انه هذا السوق ماشي هو الوحيد اللي غيكون هنايا، فالاشغال ديال السوق نموذجي اخر بدات حاليا في البساتين في السيكتور 5 و6، بين السيكتور 5 و6 بدات الاشغال. فاللهم بارك والله يسخر الامور. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، وحنا كنتواجدوا من مشروع الياسمين وكنطلعوا على الرياحين وكنشوفوا هنا البساتين. هنا في هذه النقطه هذه عندنا باركينج، وهنا عندنا محطه ديال الطاكسيات كما كتشوفوا، هذه محطه ديال الطاكسيات وهذا باركينج حدا هنا، وهنا عندنا جوج ديال الملاعب ديال القرب اللي غيكونوا ان شاء الله الساكنين يستافدوا منهم الوليدات. وهنا عندنا واحد السوق اللي ان شاء الله كنتمنى من الله يكون النظام وتكون امور ليا مزيانه وكل شيء يخدم، كل شيء يقضي الغرض، والطريق دوبل فوا راه غادي تكمل لنا ان شاء الله في هذا الاتجاه، وغتخرج لنا من هذا الاتجاه هذا وغتهبط لنا هنا، غتخرجنا في الرون بوان ديال ميموزا مباشره. كما كتشوفوا معايا هنا في هذه النقطه هذه كيبان لنا مسجد، كيبان لنا مسجد. هذا المسجد الاخوان عرفتوا فين جا؟ هذا المسجد هو المسجد اللي جا في البساتين، المسجد اللي جا في البساتين، اللهم بارك، المسجد اللي تبارك الله ان شاء الله عما قريب غيكون جاهز، ربما قبل رمضان ان شاء الله غنصلي فيه التراويح باذن الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وواحد النقطه الاخوان، تقريبا كنطلعوا على واحد 72 يوم ان شاء الله على حلول رمضان، فنتمنوا من الله يا ربي نتوفقوا، ونتمنى من الله يبلغنا هذا الشهر المبارك. فكما كتشوفوا معايا دائما هنا عندنا التيران هذا، وعندنا التيران اللي حداه، هذه الاجواء هنا في المشروع ديال الرياحين والياسمين. طاكسي صغير راه داخل هنايا، كل شيء غادي يكون ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، ففي اللحظات كنصوروا لكم الاجواء ديال الاشغال اللي كتواجه مشروع الياسمين. كنهضروا على ملاعب القرب، وكنهضروا على سوق نموذجي اللي كنتمناو من الله السلطات المحليه تنظم الامور مزيان، لانه شكون اللي غيستافد من هذا السوق هذا؟ شكون اللي غيخدم فيه؟ هذا هو السؤال الكبير اللي خاص اجابه عليه. نتمنى من الله يكون تنسيق بين الاخوان كاملين، سواء الناس ديال الياسمين ولا الرياحين، جميع الاخوان باش يقضيو الغرض ان شاء الله، كل شيء يخدم، كل شيء يقضي الغرض. هانتوما كما كتشوفوا معنا دائما هنايا الرياحين، هنا الرياحين، الطريق دوبل فوا، اللهم بارك، راه كتخرجنا مباشره الطريق اللي كتطلع لسوق الحد. يعني الحمد لله كاين امور ليا زوينه. الناس اللي كانوا كيتسائلوا فين هي المرافق وهذا، فكنقول لكم الحمد لله كانت المساله مساله وقت فقط. انتم الملاعب، ها المساجد، ها الاسواق، الحمد لله قطره قطره كيحمل الواد، الحمد لله الامور ما تعطلاتش، هذا هو اللي كاين. راه باقي النص ديال لي بروجي هنايا باقي ما دخلوش لهم ماليهم، والحمد لله كنشوفوا الاشغال ديال المرافق كاينه. هذه الياسمين،
نبقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. وكنتمنى من الله نحافظوا على هذا المكسب هذا، هذه رساله للساكنه، نحافظوا على هذا المكسب هذا.